طبعا في البدايه ابارك لجميع مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطيه الذكرى السنويه لتحرير الباغوز من مرتزقه داعش، طبعا اخر معاقل المرتزقه كان في منطقه الباغوز والحرب النهائيه التي كانت بدايه ونهايه داعش في نفس الوقت، طبعا اهميه تحرير منطقه الباغوز هو تحرير الشمال السوري بشكل كامل من مرتزقه داعش فهي كانت اخر معاقل معاقل المرتزقه في تلك المنطقة وأيضا تم تحرير النساء الأزيديات الذين كانوا بقبضة هذه المرتزقة تم تحرير الشمال السوري بشكل نهائي وتنظيفه عسكريا من مرتزقة داعش في منطقة الباغوز لذلك طبعا خلال حملتنا الأخيرة حملة الباغوز حصلت استهدافات كثيرة من قوات النظام ومن القوات الإيرانية ومن الروس أيضا وحتى من الدولة التركية وذلك تقدم قواتنا لكن لم لكن هذه الاستهدافات التي حصلت من من الدول المجاورة أو حتى من الخلايا التي كانت تنشط في المنطقة لم لم تؤثر على تقدم قواتنا بل زادت من من مقاومة المقاتلين للتقدم إلى الأمام وتحرير ما تبقى من منطقة الشمال السوري لإعادة الأمن والأمان لمنطقة للمنطقة الشمال وخاصة في دير الزور بما أن هي منطقة الباغوز في في دير الزور وأيضا كان هناك استهدافات كثيرة ممكن من من الخلايا النائمة طبعا الخلايا التابعة لداعش أو حتى للإيرانيين أو حتى للنظام السوري أو الدولة التركية كانت تنشط في المنطقة واستغلت واستغلت تقدم الحملة من خلال استهداف رموز عشائرية في منطقة دير الزور لعاقة تقدم هذه الحملة بالفعل أن حملة الباغوز قد تعرضت لجميع من جميع النواحي لجميع الإعاقات لكن هذا لم يحبط من مقاومتنا ولم يحبط من عزيمتنا بل تقدمنا وحررنا تلك المنطقة بشكل نهائي من مرتزقة داعش طبعا أنا أقول أن بداية تحرير المرأة هو تحرير المجتمع بشكل نهائي من أي فكر ان كان داعشي او حتى افكار ظلاميه او ذهنيه ذكوريه او ذهنيه السلطويه. طبعا بالنسبه للنساء كان هناك تعاون من خلال انضمام الرفيقات الى قوات وحده حمايه المراه، طبعا هذه الوحدات هي منظومه دفاعيه من ضمن قوات سوريا الديمقراطيه وهي تقوم بحمايه المراه وتحريرها من الافكار الداعشيه ومن الظلام ومن المعاناه التي مرت عليها على طول السنين الماضيه. طبعا هذه طبعا المراه اثبتت خلال هذه السنوات انها قادره على اداره الجبهات وقادره على ان تكون رياديه ذات ذات قرار في في جميع المجالات ان كانت الاقتصاديه او حتى العسكريه او السياسيه. قد نجحت وتخطت جميع القيود التي كانت مقيده فيها واصبحت اليوم هي تقف على المؤسسات المدنيه وايضا على القوات العسكريه حتى في منطقه ديريزور وذلك من خلال كسر القيود العادات والتقاليد التي فرضها المجتمع على المراه لتكون مقيده غير حره غير قادره على اداره نفسها بنفسها بعد تحرير منطقه الباغوز او بعد تحرير الشمال السوري بشكل نهائي من مرتزقه داعش نستطيع القول ان نستطيع القول ان المنطقه اصبحت او انتهت عسكريا من من داعش لكن لا تزال الخلايا النائمه تعمل في المنطقه لا يزال هناك تحركات لمرتزقه داعش من خلال هذه الخلايا يقومون باستهداف الرموز العسكريه الكبيره يقومون باستهداف الرموز العشائريه او حتى موظفي الإدارة المدنية الذين يعملون بجد ونشاط هذه الاستهدافات لا تخدم سوى مصلحة المرتزقة لإطالة عمرها أكثر في المنطقة وتريد أن تعيد نفسها تجدد نفسها في المنطقة لكن قواتنا تقوم باستهدافات هذه التحركات والقضاء على هؤلاء الخلايا لتأمين والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بشكل نهائي اليوم نرى أن منطقة أو نرى دير الزور غير دير الزور التي كان وقت وقت المعركه او حتى وقت التحرير او حتى وقت مرتزقه داعش، فاليوم نرى ان الشعب قد تحرر فكريا، نرى ان يستطيع النقاش، يستطيع التحدث، يستطيع ان يبدي ارائه بحريه، يستطيع ان يبدي ما ما في داخله بكل بكل حريه وبكل اريحيه، طبعا هذا التحرر جاء من بعد تحرير المنطقه بشكل كامل. من مرتزقه داعش ومن بعد الكبد الذي كان على الشعب من خلال السنوات الماضيه التي مرت عليه سنوات الحرب او السنوات التي كان مرتزقه داعش يقومون باحتلالهم واضطهادهم. طبعا بعد انتهاء الحرب او بعد انتهاء القتال مع مرتزقه داعش او هذا التنظيم الخطير الذي تم القضاء عليه من قبل مقاتلينا سلمنا اداره اداره المنطقه لابنائها ليدير نفس بنفسه لكي يتخطى هودية وال... وأيضا السلطوية التي فرضها فرضتها عليه الدولة من قبل وأيضا فرضها عليها مرتزقة داعش لذلك اليوم نرى أن الشعب في دير ليس فقط في دير إنما في جميع المناطق إن كان في الجزيرة أو حتى في الفرات نرى أن الشعب هو الذي يدير نفسه بنفسه هو الذي يقوم ب... باقتراحاته يقوم بإدارة نفسهم بجميع المجالات ومن جميع النواحي اليوم نرى ان الشعب قد انفتح عقليا على على جميع على جميع المجالات يستطيع ايضا تامين حتى الحمايه الى نفسه تامينها من خلال الحديث او من خلال العمليات العسكريه من خلال رفع السلاح في وجه الاعداء من خلال الان يعرف الشعب من هو الذي يقوم بحمايته ومن الذي هو يقوم يكون خطر عليه ويكون خطر على ابنائه طبعا تحرير الب باغوز هو ليس فقط تحرير منطقه في دير الزور او تحرير دير الزور بشكل نهائي من مرتزقه داعش انما تحرير الباغوز هو تحرير الشمال السوري بشكل كامل وليس فقط من مرتزقه داعش او من الفكر الداعشي انما تحرير المنطقه من الظلم والظلام الذي كانت تعيش فيه خلال سنوات ماضيه من القيود والعبوديه التي كانت مفروضه على المنطقه وايضا تحرير الباغوز هو مهم جدا بالنسبه للشمال السوري بشكل كامل لان بدايه ونهايه داعش في تلك المنطقة فاليوم نرى أن أهالي حتى أهالي منطقة الباغوز بعد تحريرها عادوا إلى تلك المنطقة عادوا لبناء ما تهدم وما هدمه مرتزقة داعش خلال السنوات التي كانوا يقطنون بها وأيضا تم إلقاء القبض على المقاتلي الداعش وأيضا على على عوائل هؤلاء المقاتلين الذين نحن نقلناهم مخيم الهول اليوم مخيم الهول يقطن فيه أكثر من 60 ألف عائلة لمرتزقة مرتزقه داعش لا نزال لا نزال نؤمن لهم احتياجاتهم اليوميه من 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 الغذاء والطعام والماء منطقه الباغوز هي المعركه الاخيره لمرتزقه داعش كان هناك الكثير من المقاتلين والمقاتلات في يقاتلون المرتزقه ويلقون القبض عليهم من خلال تسليم انفسهم الى مقاتلين مرت مشاهد فعلا تاثرت تاثرت فيها المشاهد التي اثرت فينا انسانيه مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطيه خلال هذه الحمله المرتزقه عندما كانوا يخرجون او عوائل المرتزقه عندما كانوا يخرجون ويسلمون انفسهم الى مقاتلاتنا كانوا عند الخروج يخافون لكن مقاتلاتنا كانوا يقدمون لهم الطعام والماء بدون حتى ان يفتشوهن هذا من من اكثر المواقف التي تاثر ليس فقط انا التي تاثرت فيها انما العالم اجمع تاثر بتلك المواقف المواقف التي قامت بها مقاتلاتنا ومقاتلينا وايضا المخيم الذي نحن قمنا باعماره في منطقه في منطقه بالصحراء فوق منطقة هجين طبعا هذا المخيم كان اسمه مخيم ايواء كنا قد يعني صورناه لاخراج المدنيين الذين كان يحتجزونهم مرتزقه داعش طبعا لاستخدامهم كدروع بشريه عندما خرج بعض العوائل من تلك المناطق من منطقه هجين الى ذلك المخيم بعد عده ايام عندما كنا نزور تلك العوائل وتقديم المساعدات لهم الم مرتزقة داعش قامت بالهجوم على آه على هذا المخيم وقاموا بقتل المقاتلين آه وأيضا آه قتل بعض المدنيين الذين خرجوا آه لحمايتهم آه من هذه المرتزقة آه طبعا وما عدد طبعا ال آه الرفاق الذين ضحوا بأرواحهم في تلك المنطقة آه ضحوا بأغلى ما يملكون لإعادة الأمن والأمان إلى منطقة دير كان لدي بعض الرفاق الذين كانوا يعني على الجبهات الاماميه واستشهدوا في تلك المعارك طبعا واللحظه الاخيره او المشهد الاخير الذي طبعا اثر فينا نحن كمقاتلي ومقاتلات وقيادي وقيادات قوات سوريا الديمقراطيه هو رفع علم قوات سوريا الديمقراطيه عند انزال علم مرتزقه داعش وتنظيفها بشكل نهائي من منطقه الباغوز